موضوع محمد ابو تريكه ده موضوع التاني النهارده في اللايف ده، وباختصار في كلام كتير جدا على موضوع عوده محمد ابو تريكه. يمكن النهارده الموضوع اخد راي عام كبير جدا، والناس كلها بتتكلم فيه بعد ما كتب استاذنا العظيم والاعلامي الكبير الاستاذ جمال القاصي، شيخ النقاد الرياضيين وشيخ الاعلاميين والكاتب الصحفي الكبير، كتب على صفحته ان عوده ابو تريكه قريبا ويحيى الوطن الام. فالناس كلها بتتساءل عن صحه عوده محمد ابو تريكه. خلينا نرجع للموضوع من اول ما اتكلم فيه المستشار تركي الشيخ، لما سئل من الاخ الزميل الاستاذ احمد سعيد وقال له فيما يخص عوده ابو تريكه هل لك وساطه في عوده محمد ابو تريكه الى مصر؟ قال انه يعني بيبذل جهد في هذا الموضوع منذ فتره، ولكن يحترم احكام القضاء ويحترم الدوله المصريه. جه بعد كده الموضوع خد يومين ثلاثه الى ان كتب النهارده الاستاذ جمال القاصي. حاولت الاتصال بمجموعه من اصدقاء الكابتن محمد ابو تريكه في قطر، في بعضهم رد علي قال لي ان ليس هناك جديد حتى الان، ولكن هناك انفراج خلال الايام القادمه، وهناك بعض التفاصيل الحديث عنها اعلاميا ربما يضر بها. فالخلاصه ان موضوع عوده محمد ابو تريكه بيرتب الان بشكل او باخر داخل الدوله المصريه، وبالشكل الذي يرضي الجميع دون اي تحايل او اي حاجه تمس احكام القضاء الصادره. وان شاء الله باذن الله الموضوع ينتهي على خير ويعود النجم الاسطوره محمد ابو تريكه الى وطنه، لان انا من اول دقيقه قلت يا جماعه ما تنسوش انا عبد الناصر زيدان اول واحد هاجم محمد ابو تريكه لما صدرت ضده الاحكام، وفي نفس الوقت لما صدر لصالحه الاحكام انا رحت اعتذرت لمحمد ابو تريكه وقلت زي ما قلنا الاحكام اللي صدرت ضده آن الأوان إن احنا نقول الأحكام اللي صدرت لصالحه ونقدر ذلك ونطالب بحل الأزمة من جذورها. ومن هذا المنطلق ومن باب الشفافية والاحترام بطالب بإنهاء ملف محمد أبو تريكة وأن يعود إلى وطنه وأن تنتهي مشكلته إلى الأبد. وخلينا حي محمد أبو تريكة على صبره وجلده وتماسكه واحترامه وتقديره لبلده ولجمهوره ولمحبيه. واعتقد ان محمد ابو تريكه باذن الله تعالى عندما يعود سيخرج له الالاف لينتظره في مطار القاهره الدولي. محمد ابو تريكه يعني تحدث عن مصر بشكل كويس جدا، وفي كل مناسبه بيجي فيها اسم البلد بيتحدث عنها كويس جدا، ووارد ان يكون في اخطاء، ولكن في النهايه لابد ان احنا نتعامل مع الاخطاء بروح الانسانيه وروح التقدير لنجم عظيم وكبير بوزن محمد ابو تريكه. صدرت الاحكام ضده كلنا قلناها، ولما صدرت احكام لصالحه كثير مننا تناساها، وده نوع من انواع الظلم والبطش والتضليل وعدم الاحترام. زي ما قلت احكام صدرت ضد انسان بوزن محمد ابو تريكه كان يجب ان عندما تخرج احكام لصالحه ان احنا نقولها ونعرف الناس ونساعد الدوله على حل الازمه. نساعد الدولة على حل الأزمة. الأستاذ كومبوس بيقول لي مشكلة تريكة سيبك من إهانة الجيش والمشير عفى الله عما سلف وده كله خلص، ما نقعدش بقى نتكلم ونعك الدنيا ونجيب اليمين في الشمال والشمال في اليمين. محمد أبو تريكة أبدى حسن نية في كثير من المواقف، في كثير من المواقف، ومصر تستحق أن يكون محمد أبو تريكة فيها، ومحمد أبو تريكة شرف لبلدنا مصر، وربنا سبحانه وتعالى يحل الأزمة. فصل الخطاب إن كل ما تسمعونه كلام ليس هناك دليل به، ولكن عندما يتحدث عمنا المحترم جمال القاصي لابد أن تعرفوا جيدا أنه الموضوع تحول من الكلام إلى الفعل. لننتظر الأيام القادمة ماذا سيصفر عنها هذا الكلام وتوقعات أستاذنا العظيم جمال القاصي اللي قالها على صفحته إن عودة محمد أبو تريكة قريبا. وعجبني جدا لما قال عاش الوطن الأم، كلمة لها مليون معنى، أن الوطن الأم لابد أن يحتضن الجميع بداخله ولابد أن يكون الكل تحت مظلته.
ده موضوع محمد أبو تريكة حتى الآن، ولما يكون في جديد بإذن الله تعالى سنتحدث فيه إن شاء الله. نلتقي في لايف الساعة 12 بالليل على الفيسبوك، والساعة 2 مساء على اليوتيوب إن شاء الله بإذن الله تعالى. انتظرونا محمد يطه ومحمد مندور ومجد ضنطاوي وكل الناس اللي بتكلم لكم مني كل التحية والتقدير، وما تنسوش دعواتكم بعودة قناة LTC، وإن شاء الله كمان يرجع محمد أبو تريكة. ونقول دائما وأبدا لأي إنسان بلدك أولى بيك، لأن مصر تحتضن الجميع مهما اختلفنا في الآراء واختلفنا في المواقف بإذن الله تعالى. ربنا يهدي الأستاذ مكرم محمد أحمد والمجلس الأعلى للإعلام وينفذوا القانون بعودة قناة LTC. ونلتقي 12 بالليل ما تنسوش على الفيسبوك، والساعة 2 على اليوتيوب. اقرا كم رساله قبل ما امشي. استاذ ابراهيم عساس بعت للمره الثالثه: الدوله المصريه احن وارحم من الدوله التي يعيش الان فيها، والرئيس كان من يشاهد ويسمع حديثه مع الشعب، يشهد بان ابو تريكه حكيم وحليم ويحمل قلب كبير، ورئيس مصر حكيم وحليم ويحمل قلب كبير، وابو تريكه اخطا ولكن مصر كبيره ولا بد ان تحتضن ابنائها. احسنت يا استاذ ابراهيم. دكر الملاشي: ابو تريكه فخر العرب. تامر: مساء الفل حبيبي عبد الناصر، عاش الوطن الام. هو ده الكلام اللي احنا عايزينه. ارجو التنويع عن دعم نادي ديروط الرياضي ممثل محافظه اسيوط في الدوري. ماشي عم احمد العربي. ابو تريكه ده رمز، ما ينفعش يحصل اللي بيحصل معاه، كل شيء هيجي بالقانون ان شاء الله. الأستاذ أحمد روكا: تريكا أمير القلوب وأسطورة من أساطير كرة القدم الإفريقية وإنسان أخلاق عالية. بتفق معاك محمد أبو تريكا. رسائل كتير جاية في موضوع محمد أبو تريكا أمير القلوب، وإن شاء الله يرجع. عم طارق الباشا: مساء الفل عم طارق، إن شاء الله ربنا هيفرجها والقناة ترجع وتظهر للنور بإذن الله تعالى. يعني ده كل اللي عندنا. محمد عواد بيقول مستنينك الساعة 12 وهتنام زي امبارح، ربنا يستر. الأستاذ أشرف: لو كان أبو تريكة لازم يسامح، لازم نسامح، علشان الرسالة طارت. يسعد مساك وعمره مقبولة. شاهر كيوان عمنا المحترم، عم شاهر. شادي كمال: أنت بتشجع مين؟ ما بشجعش حد. حبيبي أستاذ عبد الناصر. إبراهيم الشال: أخبار مش هقول حاجة، مش هرد على اي حاجه خاصه بهذا الفيديو، ان الله على عبيده ستار وماليش دعوه بالاعراض. ربنا سبحانه وتعالى يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 12 بالليل على الفيسبوك، اعمل من شير فورا لهذا الفيديو ومنشن لكل اصحابك، وما تنساش على اليوتيوب اشترك على قناه عبد الناصر زيدان وفعل زر الجرس عشان خاطر بنطلع لايفات في مواعيد مش منتظمه اليومين دول عشان الاخبار. عبد الحميد عوض من السعوديه: حبيبي عبد الحميد وحشني جدا. سرحان الخولي: ربنا يخليك. علي: اشرب قهوه عشان ما تنامش يا حاج. حاضر. اتريك احق بالعفو، ومصر كبيره وهي تستحق ان تعفو. اخبار ابو تريكه قلناها بالتفصيل من اول، ربنا يخليكم. بالليل كمان هنتكلم في هذا الموضوع مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. 12 مساء على الفيسبوك، شير ومنشن لأصدقائك. 2 مساء على اليوتيوب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.